السلام عليكم من أمريكا. يوم 17 فبراير كلنا معنيون ببناء مدرسة جزائرية جديدة. السلام عليكم. مرحبا. Hepimiz 17 Şubat'ı destekliyoruz ve öğrenci haklarını savunuyoruz. 17 فبراير كلكم معنيون لإصلاح المدرسة الجزائرية. من فلسطين نحبكم ندعمكم. السلام عليكم. أخوكم من دبي. كنا متضامنين مع التلميذ لبناء مدرسة جديدة في الجزائر يوم 17 فبراير. السلام عليكم. Bonjour, on est en direct de Paris. On est le 17 février 2020. Je tiens à montrer mon soutien aux enseignants algériens qui se battent pour l'amélioration du système éducatif. Bon courage à vous et à bientôt. صباح الخير من ليبيا. ندعمكم لبناء مدارس جزائرية ناجحة مع 17 فبراير لبناء مدارس جديدة. On est en direct de l'aéroport d'Alger, Walid Boumediene. Alors, je tiens à exprimer tout mon soutien aux enseignants qui se battent pour le développement et l'amélioration du système éducatif et des générations à venir. Bon courage à vous et on est tous le 17 février. 17 février, ma sœur Tétarama au Somol. Rana ma'akoum ya Asatida, min ajl Asatida al-Ta'lim al-Ibtida'i, al-Qoddam. Assalamu alaikum. من قال ما نحييكم كلنا 17 فبراير لبناء مدرسة جزائرية ناجحة. أنا مصدم مع أساتذة الابتدائي يوم 17 فبراير في مسيرة الكرامة والصمود. كلنا 17 فبراير داعم لبناء مدرسة جزائرية ناجحة. كلنا 17 فبراير نعمل لبناء مدرسة جزائرية ناجحة. مساء الخير في الأول أصحابنا العز بالنيف الحرمة وسهومارة 17 فبراير 2020 تنهار إلى ذن فلانة غان بدي الكل ماشي على جالنا على جال ورونا النار من أجل إصلاح المدرسة لأولادنا. شكرا. السلام عليكم. كلنا متضامنون مع الأساتذة في مسيرة 17 فبراير من أجل مدرسة جزائرية ناجحة. والسلام عليكم. أنا متضامن مع أساتذة التعليم الابتدائي في مسيرة الكرامة والصمود يوم الاثنين 17 فبراير 2020.